السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف الحال؟ عساكم طيبين، معكم محمد. اليوم رجعنا لكم بفلوق جديد. طبعا يا شباب، قبل ان نبدا الفلوق وقبل كل شيء، مبروك علينا يا اخوان ماوكلي، قدرنا نوصل 300,000 من اخوان ماوكلي. الله يسعدكم، وهذا الشيء وصلناه بفضل الله ثم بفضل دعمكم. فالحين راح اخليكم مع الفلوق. اخوان ماوكلي، بسم الله، تونا واصلين عندنا الطيطة، وزي ما تشوفون يا شباب جايبين كرة الصادم. طبعا راح نسوي تحديات فيها، بنحاول نتشقلب فيها. صح ان انا اقول انها مستحيل نتشقلب فيها، لكن راح نجرب ونشوف يعني اللي نقدر عليه يعني. فراح نجرب الحين نتشقلب ونجرب حركات، وتعرفون دائما لازم حجر ورقم قص. وانا اللي افوز. حظك ما شاء الله. يلا، حجرة ورقم قص، حجرة ورقم قص، حجرة ورقم قص. دائما تفوز. بالله نغير، شوف يكسرف الزبده. ما ينفع ما ينفع، لعبه ثانيه. فالحين راح نبدا باول تحدي. اول تحدي ايش تبغاني اسويه؟ قدام. يلا روح على قدام. يلا طيب، الحين راح اجرب نسقف على قدام فيه. والله زي ما شفت قبل شيء، والله مره صعبه، ما ادري اسوي فيها شيء. كفو، سويتها. جا دوري اني اسوي التحدي. ايش التحدي اللي تبغاني اسويه؟ يعني تقرب على جنب. زي ما شفتوا قبل شوي ما قدرت اسويها صراحه، والله صعبه. الحين جا دور عبد الله انه يسوي. ابغاك تقرب على قدام زي ما خليت من البدايه تقرب على قدام. ابغاك تقرب على قدام، بشوف يمديك ولا لا. اوكي شباب، هذا بالنسبه للتحديات اللي قبل شوي. الحين راح نسوي تحدي ثاني، اللي هو جبنا كرتين زي ما تشوفون وراح نتصادم مع بعض. طبعا راح يكون ثلاث مرات، ثلاث محاولات، واللي يطيح يخسر. فيلا نبدا. واحد واحد. فضح فضح. اثنين اثنين تعادل، اخر نقطة واخر جولة، بنشوف مين راح يفوز. بما ان عبد الله خسر بتصادم بس عليه 3-2، فالحين العقاب راح يدخل داخلها، وانا راح اكون برا وبقعد استهبل عليه وبطقطق عليه، بطيحه، برفسه، بسوي كل شيء. الحين راح نحاول اثنين ندخل فيها، بنشوف نقدر ندخل. نجحت الخطة. اوكي يا شباب، كذا خلصنا من التحديات على النطيطة وسهبلنا الكورة شوي. فالحين جاء الوقت اننا نروح للبر ونجربها بالبر، ان نطيح من طيس. فالحين راح نروح للبر. بسم الله، تونا واصلين عند هافمون، عند طعوس وكذا زي ما تشوفون هنا. وهذه الكورة. والله شكلها مرة غريب، واحنا قاعدين نمشي. والحين راح نحاول نصور فيها، وبنحاول نطيح من فوق الطيس ونسوي كذا سباق، ويعني ننزل ونجرب نطيحتها يعني. فنخليكم الحين مع اللقطات. عبد الله من هو واقف، روح اتفق هناك، خلي الوضع طبيعي. ها جاهزين؟ يلا قبل ما تغرب الشمس. يلا عشان سباق، يصير سباق. لا سباق. يلا مجري. كفو يا ابو عامر، جيل اصلي. طاحت. كفو كفو. اوه طاح. ادري.
تعبت تعبت والله ادري والله قاعد ارقلك يا وبسم الله رجعنا لكم. الحين راح نسوي مطاردة بين لاعب باركور ومهرج لكن بطريقة جديدة. طبعا راح نلعب انا وعبد الله حد رقم قص واللي يفوز هو اللي راح يهرب. فخلونا نبدا كالعادة بتفوز علي انا داري. حجر ورقم قص يا اخي دائما يا اخي ولا مرة هذا بنغير اللعبة الزبدة مرة من الفلوق الجاي بنغير حجر رقم قص كنسل بنسوي اي شيء ثاني قرع اي شيء. فالحين راح اخليكم مع اللقطات. اوكي عيال بعد ما طاضق وشي روضنا المهرج والحين راح نلعب الملاهي شوي بشويش بشويش لضيع لضيع بشويش وين 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 تبغى هذه هلا ارجع 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 بشويش 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 الله يستر يخرب داخل 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 اوكي شباب زي ما شفتوا قبل شوي السكتش اتمنى ان انا اعجبكم وزي ما شفتوا سوينا بطريقه جديده يعني بعد ما يعني اضفنا زياده بالنهايه انه بعد ما روضنا اللي هو المهرج اتمنى يا شباب اذا احد عنده اقتراح بالنسبه للمطاردات اتمنىكم تكتبونها بالكومنت عشان نطور من المطارده تكون احلى اكثر فصراحه كومنتاتكم تساعدنا كثير ان نطور من المحتوى اللي نقدمه فاتمنى عجبتكم المطارده وبسم الله رجعنا لكم بحركه جديده من حركات الباركور اليوم راح اشرح لكم حركه اسمها السترايد الحين راح اوريكم واحده بعدها راح ابدا اشرح لكم زي ما شفتوا قبل شوي حركه السترايد طبعا بالبدايه راح اشرح لكم اياها من الاساس كل عليك تجيب تيب او انك تجيب اي شيء يمديك تعلم عليه على الارض طبعا بالبدايه لازم تطبقها على الارض قبل اطبقها على الحواجز الحين راح اشرحها من البدايه وراح اقسم الخطوات طبعا اول خطوه اللي هي السرعه اللي تحتاجها طبعا السرعه تعتمد على المسافه اللي تبغى تنقزها كل ما جيت اسرع كل ما مسافتك صارت ابعد الحين ثاني خطوه لما تجي عند الحاجز فاول ما تجي ركب وتوصل عند الحاجز تحط رجلك الاقوى صدري ما اقدمه كثير ولا رجع ورا اذا قدمته كثير ما راح يمديني اروح مسافه ابعد راح انزل تحت اذا قدمته اذا رجعته ورا راح انقز بنفس مكاني فايش اسوي اقدمه بس شوي زي ما تشوفون كذا قدمته بس شوي زي ما تشوفون صدري
عند القدم اليسار، فاول ما ارفع رجلي وخلاص بنقز استخدم يدي اللي تكون عكس رجلي، فيعني اذا رفعت رجلي اليمين استخدم يدي اليسار عشان اقدر ابعد، يعني استخدمها معه كني اركض عشان اقدر اتوازن. فالحين راح اوريكم واحده بالبطيء، فهذا هو كان شرح لحركه السلايد. فانت تقدر تزود المسافه وتبدا تزود الخطوات، يعني بدا تحط لك تيبين تحط لك ثلاثه او اربعه عشان تزود الخطوات. هذه متى تسويها؟ مع الممارسه، كل ما مارست اكثر كل ما قدرت تزود المسافه وتزود الخطوات. فاتمنى انكم استفدتوا. الحمد لله توني راجع البيت، والحين جاء الوقت ان نشوف المقاطع حقتكم مع بعض. فبسم الله نشوف اول مقطع. يعجبني الحماس. اخوان موكلي الله عليك، الله يسعدك يا شيخ. طيب يا شباب، بالنسبه لهذا المقطع حلو صراحه انه في حماس، لكن الحماس هذا ممكن يوديك يعني يخليك تسوي غلطه انك تطيح ولا تجيك اصابه، لانه قاعد تسوي حركات عشوائيه، ويعني تشوف بس كذا تشوف الحركات على طول تطبقها كذا مع الحماس، فهذا الشيء غلط. ونصيحه من اخ، وهذا الشيء يعني انا امن فيه، اللي هو لو تتعلم بس خمس حركات من الباركور كلها، خمس حركات تتقنهم 100% احسن من انك تتعلم 20 حركة بس تتقنهم يعني مو متأكد منهم 70% 60% انك تتقنهم، لانه ممكن تسبب لك اصابة هذا الشيء اللي هو 20 حركة. فاحسن شيء تتعلم خمس حركات وتبدع فيهم. فالحين نقول بسم الله ونشوف ثاني مقطع. الله الحركة. حافي. هذا الشيء غلط انكم تتمرون حافين، لان راح ياثر على مفاصلكم وعلى ركبتكم انكم تتمرون حافين. اذا تبغى تتمرن حافي تمرن بالعشب او بالرمل يعني بالتراب، حاول قد ما تقدر تلقى لك حذاء وانت بكرامه مناسب للباركور. طبعا انا هذا الشيء قد قلتها من اول، اللي هو مقطع اسالني اللي هو الجزء الاول اذا ما خاب ظني. اوكي شباب، الحين راح نشوف ثالث مقطع مع بعض. سرير. اي والله سرير، ما شاء الله عليك والله بطل. حاول تلقى لك شيء بديل بدال السرير، لانه ممكن السرير باي لحظه ينفك، فحاول انك تلقى لك نطيطه. اوكي شباب، هذا بالنسبه للمقاطع حقتكم. فهنا شباب وصلنا نهايه الفلوق، فاتمنى اذا الفلوق نال اعجابكم لا تحرمونا من دعمكم، وفمان الله. I feel paralyzed.